أهلا وسهلا ومرحبا بكم أخوتي الأعزاء، معكم المدرب زاهر يوسف من هاملتون أونتاريو كندا. اليوم سوف أتطرق إلى موضوعين بسيطين جدا. الموضوع الأول ألا وهو امتحان الفولجي. امتحان الفولجي أكيد يمكن البعض من عندكم سمع والبعض الآخر ممكن يكون ما سمع. امتحان الفولجي في أونتاريو طبعا للخطة المعدلة تمددت، وهذا الشيء كلش زين وشيء يعني يخدم الأخوة الممتحنين. يعني شنو الخطة المعدلة تمددت؟ يعني كان قبل الامتحان يطول نص ساعة، وكان الاختبار يضمن البارل باركين والثري بوينت تيرن والامرجنسي ستوب بالإضافة إلى الهاي واي والإضافة إلى الريفرس باركين، البارك الرجوع إلى الخلف. لكن بالسنة هذه بداية السنة إلى تقريبا نهاية الشهر الثالث، حكومة أونتاريو أصدرت قرار، وكان الخطة المعدلة بخصوص الخطة المعدلة بأنه يلغى البارل باركون الثري بوينت تيرن والإمرجنسي ستوب والريفرس باركين. بعض الأحيان يسوون ريفرس باركين وبعض الأحيان ما يسوون ريفرس باركين. تبقى فقط الهاي واي، يبقى فقط الهاي واي بالنسبة للأخوة الممتحنين للفولجي في أونتاريو، وكان على أساس أنه لنهاية الشهر الثالث. لكن حاليا أونتاريو أو حكومة أونتاريو قامت بتمديد الخطة المعدلة إلى الشهر السادس، وهذه فرصة ممتازة، يعني شهرين وإن شاء الله تتمدد بعد. لكن هذه الفرصة ممتازة للأخوة اللي يحبون أن يحجزون وطبعا يمتحنون امتحان الفولجي في أونتاريو. هذه أخبار جيدة جدا، فيحاولون يدربون على الهايوي بشكل جيد وبشكل مكثف. وبعض الشوارع طبعا انطلاقا من مركز الامتحان إلى الهايوي، وصولا إلى الهايوي طبعا راح يكون أكو مثلا شارعين أو ثلاث شوارع يمرون بها، هي الشوارع الرئيسية، ومن ثم الهايوي، ورجوع أيضا من الهايوي إلى مكان الامتحان أيضا شارعين أو ثلاث شوارع يمرون بها انتهاء في منطقة في مكان الامتحان مركز الامتحان، وينتهي الامتحان بخير وسلامة إن شاء الله. أما الملاحظة الأخرى أيضا بالنسبة للأخوة اللي يقودون السيارة أو مالكين السيارات، حسب ما سمعت أنه بعض الأشخاص أو بعض الأخوة يسألون محتاج أنا أروح أمدد في سيرفيس أونتاريو بالنسبة للستيكر، لأن حكومة أونتاريو أصدرت قرار أنه الستيكر اللي كان يوضع سنويا أو كل سنتين حسب التجديد، السيارة أو الستيكر اللي يوضع على الرقم الخلفي بالنسبة للسيارة أو للمركبة، هي طبعا كل واحد حسب تاريخ ميلاده للأشخاص يعني مالكين السيارات. لكن أيضا في هذه السنة أصدرت حكومة أونتاريو من شهر الثالث أنه اللي كان مشتري أساسا الستيكر فيرجعوا له مبلغ الستيكر. لكن من شهر الثالث وصعودا انه ما يوجد بعد ايضا لازم تشتري ستيكر او تدفع مبلغ $120 للسنة او 240 للسنتين لغرض التجديد. لكن لازم ايضا تروح الى سيرفيس اونتاريو حتى تجدد التسجيل للسيارة. يعني شنو؟ ايضا تروح تسوي تسجيل registration مثل ما كنت تروح كل مرة تسجل بالنسبة للستيكر وتاخذ الستيكر وتدفع الفلوس، لكن هالمرة رح يكون فري مجانا وما تحتاج انه تدفع بعد، خلاص بس مجرد تسجيل حتى يتأكدون من السيارة وصاحب السيارة وملكية السيارة والانشورنس الخاص بالسيارة. فأكيد لازم تروح حتى تشوفهم الملكية والانشورنس إلى آخره والمايلج يعني الكيلومترات الخاص بالسيارة. فهذه بقت مطلوبة لكن أصبحت مجانا.
شكرا أخوتي الأعزاء، وإن شاء الله نلتقيكم في حلقة قادمة. معكم المدرب زاهر يوسف من هاملتون أونتاريو كندا. في أمان الله.